كيف عشتوا هاي الحرب؟ بداية الحرب. والله بداية الحرب شوفي علي، بداية الحرب كانت صعبة جدا جدا. احنا كنا نشرد من مكان لمكان للزروة، كانوا اليهود يجروا ورانا بالصوت. بداية الحرب كانت كتير صعبة، اولا احنا تفاجأنا فيها، ثانيا لما اليهود بلشوا بالرق، ايش لما اليهود اطفى. بداية الحرب كانت كتير صعبة، كان القصف جدا عنيف، وكانت هي بداية النزوح، كانت فترة صعبة جدا عشنا فيها، قلة أكل وقلة تغذية، وكان في حياة الخيام جدا صعبة وبس. عشنا أيامات صعبة بزاف، كنا كنهربوا من بلاصة لبلاصة، كنقلبوا على بلاصة آمنة نكونوا فيها. عشنا واحد الأيامات اللي ما كناش كنلقاو حتى طرف الخبز باش ناكلو، وإلى لقينا كنخبعوا طريف الخبز اللي كنلقاوه كنخبعوه للبنت ديالنا باش يعني كنحيدوه من نفسنا باش البنت ديالنا تاخدو. ولحد الآن حنا مازالين كنعانيو في الحياة ديال الخيام اللي هي حياة صعيبة بزاف، وغزة كاملة ما فيها حتى شي بلاصة آمنة، كل بلاصة كننزحو ليها كتعتبر بلاصة غير آمنة وممكن يوقع فيها قصف ولا أي حاجة ممكن تؤدي بنا للخطر في أي وقت. بتكون بالبداية آمنة كما يروج لها، بعدين بتصبح مكان خطر. السلام عليكم، أنا اسمي لؤي الشيخ، عمري 30 سنة، فلسطيني الجنسية، وعايش في مدينة غزة، نازح في محافظة خان يونس. المطلب ديالي الوحيد من خوتي المغاربة ومن المسؤولين المغاربة أنهم يعاونونا باش نخرجوا لبر الأمان، وكنطلب من خوتي المغاربة الموجودين في المغرب دابا والجالية المغربية المقيمة في كل بقاع العالم أنهم يعاونوني، واللي كيقدر أنه يعاونني يدخل الرابط ديالي اللي غادي نخليه لكم، واللي ما كيقدرش يعاونني يساعدني غير بالبارطاج باش توصل للناس اللي تقدر تعاونني. وشكرا بزاف. كيف هو الوضع حاليا في غزة؟ الوضع حاليا في غزة هو ان احنا بنعيش في الاراضي الزراعية، نصبين خيامنا وعايشين فيها، بيبدأ يومنا بالحصول على مي للشرب، على حطب لتجهيز الطعام، نحاول نوجد شيء للأكل من الأسواق اللي بيتوفر في السوق. هذا حاجة كتير، كل الأسعار في السوق غالية، كاين غلاء في الأسعار بشكل مهول، يعني إلى ما كنتش عندك راتب كبير ما كتقدرش تعيش. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.